تعرف على سلمان مريض بالسكري من النوع الثاني وهو يثق بحياتي لإرشاده خلال يومه في الصباح يقيس سلمان معدل سكر الدم لديه ويسجله في التطبيق ثم يصله تذكير فوري لتناول أدويته وكجزء من روتينه اليومي يصعد سلمان على ميزانه الذكي ليدرك أنه خسر كيلوغراما من وزنه وبحماسة كبرى يقوم بمزامنة وزنه الجديد مع حياتي لتتبع تقدمه سلمان متأخر على موعد عمل هام فيسرع بمغادرة المنزل قبل تناول فطور أو أخذ حقيبة غدائه وبعد ساعتين يطلب الطعام لأنه يشعر بالتعب ويعاني من غشاوة في النظر وبينما يتلذذ سلمان بالسلطة الصحية يبحث في حياتي عن وصفات شهية لعشائه مع حياتي يستطيع سلمان مراقبة جميع نواحي حياته مع داء السكري فهو يستلم تذكيرات مستمرة يسجل ويراقب معدل السكر الدمي لديه ووزنه وغيرها الكثير حمل حياتي اليوم